شو الفرق بين كان و could؟ كان هي بالpresent بزمن الحاضر، could هي بالpast. ولكن كيف بنستخدمهم؟ أول شيء بس نحن ما نكون عم نحكي عن possibility أو احتمالية حدوث شيء. For example, it could أو it can be very cold in winter، بمعنى أنه يمكن يكون الطقس كتير بارد بفصل الشتاء. أو ممكن نحن نستعملها لنقول أنه شيء مستحيل أنه يصير. For example, this cannot be true، بمعنى مستحيل أنه يكون صح. أو نحن بس نكون عم نحكي عن ability، بمعنى عن إمكانية. For example, she can speak more than 5 languages، بمعنى فيها تحكي أكثر من 5 لغات. وأيضا فينا نستخدم could أو can to ask for a permission، لنطلب إذن. For example, can you please shut up. لكن could هي بالpast وcan هي بالpresent. Follow me for more.